طلاب الكيمياء اثنين، الله يعطيكم ألف عافية واعذروني أني قطعت عليكم فترة كبيرة، بس زي ما بتعرفوا الكل كان مشغول بفترة الامتحانات بالفترة السابقة. وخلينا نبدأ بالمحاضرة دايركتلي. الآن تبقى محاضرتين من شابتر 16 اللي هو شابتر الأسيد بيس إيكوليبريا. كنا بآخر محاضرة بدأنا بأول محاضرة من هذا الشابتر، اوكي، وغطينا الاسيد ايونايزيشن ايكوليبريا. الان بهاي المحاضره راحين نغطي those three sections اللي هم البوليبروتيك اسيدز والبيز ايونايزيشن ايكوليبريا والاسيد بيس بروبرتيز اوف سولت سوليوشنز. راحين نشوف انه هذول الثري سيكشنز ار فيري ايزي وبيعتمدوا حقيقه على الفكره الاساسيه اللي موجوده باول سيكشن. والمحاضره الاخيره راح تكون عن الكومن ايون افكت والبفرز. اذا المحاضره السابقه عرفنا الأسيد أيونيزيشن إيكوليبريا أو مفهوم الأسيد أيونيزيشن كونستانت اللي هو الKa، أوكي، A for acid، وهذا الإيكوليبريوم كونستانت بيتعرف للويك أسيدز وشرحناه المرة السابقة، ما في داعي لذكره. شفنا مثال أيضا بشيء من التفصيل، شفنا أكثر من مثال حقيقة، وشفنا كمان فكرة الدجري أوف أيونيزيشن أيضا، أوكي. تمام، الآن رحين ندخل نبدأ بسكشن جديد اللي هو البوليبروتيك أسيدز. وبكل بساطة البوليبروتيك أسيدز اللي هم الأسيدز اللي بيحتووا على أكثر من بروتون that can be given as an as a protonic acid. Okay. مثلا ال H2SO4 sulfuric acid. هون في عندي two protons that can be given to or for sulfuric acid to behave as an acid. هون أيضا في عندنا two protons. وبالتالي those two are diprotic acid. الكربونيك acid H2CO3 أيضا في عنده two protons. الفوسفوريك acid however في عنده three protons that can be given. Okay, according to Arrhenius definition أو according to Bronsted and Lowry definition أيضا نفس الإشي. هون في عندي three protons. So phosphoric acid is a triprotic acid بينما sulfuric acid والsulfurous acid والcarbonic acids هدول عبارة عن diprotic acids. هدول كلهم سواء كانوا di أو tri هدول كلهم بسميهم polyprotic acids. Okay. الآن basically إحنا شفنا قبل إنه for diprotic acid أو triprotic acid بيكون عندي البروتونز بتفككوا على أكثر من مرحلة، بأكثر من مرحلة بتفككوا، أوكي. وشفنا كمان إنه مرحلة التفكك الأولى بتكون دائما أقوى من مرحلة التفكك الثانية، ومرحلة التفكك الثانية بدورها بتكون أقوى من مرحلة التفكك الثالثة إذا في عندي بروتون ثالث. لهذا إذا أخذنا مثال الكربونيك أسيد على سبيل المثال، أوكي، H2CO3، بلاحظوا إنه في عندي two reactions. هدول two reactions بيعبروا عن two dissociation. أول dissociation اللي هو تفكك البروتون الأول H2CO3 aqueous with H2O liquid in equilibrium. In equilibrium لأنه this is already a weak acid. أوكي، بيعطيني hydrogen carbonate ion and hydronium ion. الآن هذا الأسيد بدوره أيضاً ممكن إنه يتفكك وبيعطيني بدوره كمان بروتون بهذا التفكك. طبعاً أيضاً this is an equilibrium reaction لأنه it's very weak. Okay. So هذا reaction مع الماء بيعطيني carbonate ion and again another proton. Now بما أنه هذول are two different reactions وبما أنه حكينا المرة السابقة إنه this acid is much weaker than this acid حسب القواعد اللي شفناها بالstrength of acid سابقاً. إذن this means إنه حقيقة إحنا بنقدر نكتب two equilibrium constants أو بشكل أدق two acid ionization constants Ka's كل Ka لكل reaction أو Ka لكل reaction. Okay. For the first reaction راح يكون عندي Ka1 بنسمي Ka1 اللي هو بيعبر عن الأسيد أيونيزيشن كونستانت للتفكك الأول، أوكي، بيساوي تركيز الهيدرونيوم أيون في تركيز الهيدروجين كربونات على تركيز الكربونيك أسيد. Ka2 بدوره بيساوي تركيز الهيدرونيوم أيون أيضا، أوكي، في تركيز الكربونات أيون، أوكي، تقسيم تركيز الهيدروجين كربونات الرياكتنت
الوحيد اللي موجود عندي هون. طبعاً H2O ما بيدخل بتعريف الKa زي ما شفنا أكثر من مرة. لاحظ قيم الKa هاي، الKa's هاي، Ka1 وKa2. Ka1 عنده قيمة بتساوي 4.3 times 10 to the power minus 7. Ka2 عنده قيمة equilibrium constant بتساوي 4.8 times 10 to the power minus 11. مثل ما قلنا قبل شوي، مثل ما قلنا سابقا، هذا الأسيد is much weaker than هذا الأسيد than this acid, and this means إنه Ka2 إذن لازم يكون أقل من قيمة Ka1، ودائما حقيقة قيم Ka2 بتكون أقل من قيم Ka1. ليش؟ لأنه هذا الأسيد أضعف. هذا الأسيد أضعف إيش يعني؟ يعني إنه نسبة أو تركيز عفواً الهيدرونيوم أيون بهذا التفاعل راح يكون أقل من تركيز الهيدرونيوم أيون بهذا التفاعل. لاحظوا هون في عندي حصل ضرب تركيز الهيدرونيوم أيون بالكربونيت، وهون في عندي حصل ضرب تركيز الهيدرونيوم أيون بالهيدروجين كربونيت. إذا كان هذا الأسيد أضعف، أوكي، إذا نسبة البرودكت هون راح تكون أقل لأنه تفكك هذا الأسيد أقل. أوكي، وبالتالي هاي القيمة راح تكون أقل، وبالتالي القيمة الKa كلها هون راح تكون أقل. وبشكل عام قيم الKa's للPolyprotic Acids عادة بيكون Ka1 أقل من K، عفوا أنا آسف، بيكون عندي قيمة Ka2 أقل من قيمة Ka1، وKa3 إذا في زي مثلا الفوسفوريك أسيد H3PO4، أوكي، وقيمة Ka3 بدورها بتكون أقل من قيمة Ka2. إذن as a rule we can generalize that for a diprotic acid مثلا يكون عندي always Ka2 is less than Ka1 لأنه it's a weaker acid. In case of triprotic acids then we have Ka3 that is less than Ka2 and Ka2 in turn is less than Ka1. أوكي، طيب نشوف example مشان يوضح المفاهيم هاي بشكل واضح، وراح نشوفوا انه هذا الاكزامبل هو تطبيق للافكار اللي شفناها بالاكزامبل السابق في المحاضره السابقه. الاكزامبل هو التالي، في عندنا مركب a very weak acid اسمه الاسكوربيك اسيد. اوكي، this ascorbic acid اللي هو بالمناسبه اللي هو الفيتامين سي. اوكي، فيتامين سي is an acid وهذا الاسيد اسمه ascorbic acid، وهذا الاسكوربيك اسيد is هذا الويك اسيد is a diprotic acid. اوكي، اذا في عندي 2 protons. الفورمولا له اللي هو H2C8، عفوا انا اسف، C6H6O6. اوكي، طبعا كان ممكن نكتب صيغته بطريقه مختلفه، نضم ال2 هيدروجينز هذول مع هذول ال6 هيدروجينز ونكتبهم as C6H8O6، وهي فعلا هي المولكيولر فورمولا للاسكوربيك اسيد، ولكن هون فضلنا ان نكتب الفورمولا بهي الطريقه، وكتابكم ايضا كتبها بهي الطريقه للتوضيح انه هون في عندي دايبروتيك اسيد. Then هدول الهيدروجينز are not protonic acids, are not protons that can be dissociated. Okay, بالتالي هدول الهيدروجينز مرتبطين بالكاربونز، مش زي هدول التو هيدروجينز اللي بيقدروا انهم يتفككوا as acid. تمام. الآن for this weak acid, السؤال what is the pH of a 0.1 molar solution? وأيضا طالب what is the concentration of ascorbate ion. الاسكوربيت ايون اللي هو هذا الأسيد بعد ما يتفكك منه الـ 2 hydrogens، يعني C6H6O6 2-. okay، معطينا قيم Ka1 وقيمة Ka2. Ka1 بساوي 7.9 ضرب 10 قوة ناقص 5، وKa2 بساوي 1.6 times 10 to the power minus 12. لاحظوا كيف هون قيمة Ka2 أقل بكثير من قيمة Ka1 لأنه it's a much much weaker acid. طبعا هذا السؤال او هذا الفكره الرئيسيه من وراء هذا السؤال مش جديد علينا، احنا شفنا بالمحاضره السابقه بالمثال السابق شفنا سؤال زي هيك بيطلب انه نوجد البي اتش لويك اسيد، ولكن بهذاك المثال كان مونوبروتيك اسيد، كان في عندي 1 هيدروجين بتفكك، هون في عندي 2 هيدروجينز، وبالتالي هون رايحين نشوف انه مشان نحل هذا السؤال بدي اعمل خطوتين للتفكك، وبالتالي راح اعمل جدولين زي ما رايحين نشوف. Alright، خلينا نشوف الحل إذا. Okay، إذا زي ما قلت لكم في عنا خطوتين للتفكك، وبالتالي راحين نعمل جدولين إذا، مش زي المونوبروتيك أسيد in which we have only solved the question using one table. هون راح يكون في عنا two tables. وهي الجدول الأول. الجدول الأول راح يكون عبارة عن
خطوة التفكك الأول، أوكي، اللي هي H2 ascorbate. H2، أوكي، الرمز هون H2ACS اللي هو رمز الأسكوربيك أسيد. الأسكوربيك أسيد مع كل الهيدروجينز مرتبطة به. الHAC ما ASC minus اللي هو الأسكوربيك أسيد فاقداً 1 بروتون، أوكي، والASC2 minus اللي هو الأسكوربيت أيون، يعني أسكوربيك أسيد بعد ما نزع منه 2 بروتونز. أوكي، إذن بمعادلة الإكوليبريوم هاي اللي هو الأسكوربيك أسيد gives 1 بروتون plus هيدروجين أسكوربيت. Then خلينا نبدأ بالتركيز starting concentrations اللي هم 0.1 مولر من السؤال، أوكي، من أسكوربيك أسيد. والسؤال ما حكى لي إنه في عندي هيدروجين أو هيدروجين أسكوربيت، إذا رح يكونوا 0. مرة أخرى هون حطينا تقريبا 0 لأنه this is an aqueous solution وفي عندي مي وفي عندي نسبة من الهيدرونيوم أيون موجود عندي بالماء نتيجة تفكك الماء، بس هي نسبتها قليلة جدا وما راح تأثر على الكالكوليشن. فإذا أنتوا حبيتوا خلال حلكم تفترضوا أنها بتساوي صفر ما في مشكلة. كونه هون المعادلة الموزونة عندي 1 مول 1 مول and 1 مول، إذا هون راح يكون عندي ناقص X لأن هي مادة تتفاعل بهذا الاتجاه، إذا this is a reactant راح يتناقص منه، إذا ناقص 1 X زائد X زائد X كالعادة ما في شيء جديد. إذا at equilibrium بطرح الـ initial concentration من التغيرات، إذا هون بصير عندي 0.1 minus X، هون عندي X، هون عندي X. إذا قيمة الـ Ka1، لاحظوا تذكروا هون في عندي 2 Ka's، وبالتالي بما أنه هاي خطوة التفكك الأولى، إذا بأخذ الـ first ionization constant، إذن K1 بيساوي تركيز الهيدروجين أسكوربيت ضرب تركيز الهيدروجين أيون تقسيم تركيز الأسكوربيك أسيد، and this makes X تربيع على 0.1 ناقص X. أوكي، قيمة الـ K1 بيساوي 7.9 ضرب 10 قوة ناقص 5. وخلينا هون نعمل الـ approximation اللي هو بدنا نفترض إنه الـ X is much much smaller than the initial concentration. إذا كان هذا صحيح don't worry نعمل approximation بعدين راح نتأكد منه راح نعمل التست، ولكن for the moment إذا كان هذا approximation صحيح then راح يكون عندي X تربيع على 0.1 بيساوي 7.9 ضرب 10 ناقص 5، وبهي الحالة بنوجد قيمة X. أوكي، X بيساوي 0.0028. هنا أوجدنا قيمة X. خلينا نعمل التست على السريع. احنا شفنا اكثر من تيست المره الماضيه، سواء عن طريق السيجنيفيكانت فيجرز او سواء عن طريق ان بنقسم الاكس على الانيشال كونسنتريشن وبنشوف هل هي اكثر من او اقل من 5%. الاثنين بيعطوني نفس النتيجه او ما في مشكله. خلينا هون نطبق التيست بشكل سريع متبعين التيست اوف سيجنيفيكانت فيجرز. 0.10 ناقص اكس يعني 0.10 minus 0.0028 taking or rounding the result to two significant figures راح يعطيني 0.10. إذن ال approximation valid. Okay, وبالتالي the assumption is correct. إذن هون لقينا قيمة X. تمام، ما خلصنا الآن، ما خلصنا لأنه لسه في خطوة تفكك ثانية قائمة. أوكي، وبدي أحسب التركيز بعد خطوة التفكك الثانية هاي. إذن بخطوة التفكك الثانية الهيدروجين أسكوربيت اللي نتجه راح يتفكك بدوره. إذا راح يكون عندي هيدروجين أسكوربيت أيون in equilibrium with hydrogen plus زائد أسكوربيت أيون ASC2 minus. وهون صحيح السؤال ما أعطاني initial concentrations، ولكن إذا بترجعوا للخطوة السابقة أنا بهاي المعادلة إيش في عندي؟ في عندي HASC- وفي عندي H+ وASC2-. من هدول كل الرياجنت اللي موجودين في عندي 2 reagents already نتجوا عندي أو موجودين، بلاش نتجوا، موجودين عندي بالإكوليبريوم السابق. أوكي، اللي هم الهيدروجين بلس والهيدروجين أسكوربيت أيون، وهدول قيمتهم X. إذن هدول التنين أنا بقدر أو بعرف قديش الانيشيال كونسنتريشن لهم. أوكي، إنيشيالي المقصود فيه هون يعني بعد انتهاء الرياكشن الأول، هاي المقصود بإنيشيال كونسنتريشن for this step. أوكي، إذن the starting
concentration راح يكون عبارة عن 0.0028 للهيدروجين أسكوربيت وأيضا 0.0028 للهيدروجين أيون وبطبيعة الحال 0 مولر فور أسكوربيت أيون. Change as usual minus y زائد y زائد y. ليش هون استخدمنا رمز مختلف؟ استخدمنا رمز مختلف لأنه قيمة الأنون هون change هون أكيد راح تكون مختلفة عن قيمة الأنون هون. فما في داعي نعطيها نفس الرمز. إذا أعطيناها نفس الرمز وكأنه بنوحي إنه قيمة الإكس هاي راح تكون نفس قيمة الإكس هون. Which is wrong. مش بالضرورة تكون صحيحة. وكيف بنعطي رمز مختلف؟ إذن هون راح يكون عندي ناقص واي حسب المعادلة الموزونة. هون راح يكون عندي زائد واي هون زائد واي. وكالعادة إكوليبريوم راح يكون عندي initial concentration مجموع إلها قيمة changes. إذن هون راح يكون عندي 0.0028 minus y. هون راح يكون عندي for hydrogen ion راح يكون عندي 0.028 plus y and for ascorbate ion راح يكون عندي y simply. إذن Ka2 الآن this is the equilibrium constant for the second dissociation. Ka2 بيساوي ascorbate ion ضرب تركيز الهيدروجين ion تقسيم تركيز الهيدروجين ascorbate. Okay, and this is equal to 0.028 plus y ضرب y. إذن هي 0.008 plus y times y تقسيم 0.028 minus y. Let's do the approximation. راح نفترض أن قيمة ال y أيضا كما مرة أقل بكثير من قيمة ال initial concentration هون. بهاي الحالة إذا we are assuming that 0.028 plus y بيساوي تقريبا 0.028 وأيضا هاي القيمة بيساوي أو 0.028 minus y بيساوي تقريبا 0.028. بالتالي هاي المعادلة بتتحول بتصير عندي 0.0028 ضرب y تقسيم 0.0028 okay 0.0028 times y divided by 0.0028. بالتالي بنختصر هاي القيمة مع هاي القيمة اللي هي نفسها بضل عندي y بيساوي 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12. 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12 هاي اللي هي قيمة الـ Ka2. تمام؟ قيمة y بيساوي Ka2. وواحد من المطالب بالسؤال أو واحد من الأشياء المطلوبة بالسؤال اللي هو What is the concentration of the ascorbate ion؟ وهنا لقينا تركيز الأسكوربيت ion. تركيز الأسكوربيت ion ASC2- اللي هو y. وإحنا لقينا تركيز قيمة ال y عفوا هي بتساوي 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12. إذن تركيز الأسكوربيت ion بيساوي 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12 مولر. Okay. This is very interesting. ليش very interesting؟ لأنه إحنا قاعدين بنلاحظ هون إنه بعد التقريب اللي عملناه then قيمة الأيون الناتج عن تفكك كل الهيدروجين من هذا البوليبروتيك أسيد بيساوي قيمة الـ K2. وهي نتيجة راح نحكي عنها كمان شوي. نتيجة كثير مهمة راح نحكي عنها كمان شوي. Okay. However, إحنا ما خلصنا السؤال. طالب أيضا السؤال What is the pH of this solution? Well, the pH بيساوي تركيز ناقص لوغاريتم تركيز الـ H+. والH plus موجود عندي من مصدرين. موجود عندي نتج عندي بمرحلتين تفكك. نتج عندي بالمرحلة الأولى اللي هي المرحلة. هون نتج عندي تركيز معين من الH plus بيعبر عنه X. ويضاف إله اللي نتج من مرحلة التفكك الثانية. أوكي؟ اللي هو Y. طبعا لازم نأخذ بعين الاعتبار إنه at the end of the reaction التركيز الH plus هون بيساوي تركيز الـ H+ اللي نتج من المعادلة الأولى من التفكك الأول زائد Y من التفكك الثاني. وبالتالي القيمة هاي اللي هون اللي هي موجودة بالجدول الثاني اللي هي بتعبر عن الـ dissociation الثاني بتكون بتعبر عن التركيز at the end حقيقة. أوكي؟ يعني احنا already يعني اللي كنت أحكي قبل شوي إنه الهيدروجين أيون بيكون مجموع الـ X اللي نتج من التفكك الأول مع الواي اللي نتج من التفكك الثاني هاي إحنا أوريدي قاعدين بنعبر عنها بهذا الرقم اللي موجود هون اللي موجود بالجدول الثاني. بتمنى هاي النقطة تكون واضحة. إذا الـ pH بيساوي ناقص لوغاريتم تركيز الـ H3O+. وتركيز الـ H3O+ هيو اللي هو قيمة 0.0028 زائد واي. قيمة الواي إحنا لقيناها قبل شوي هيها 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12. الآن لما تيجي تجمع هاي القيمة زائد واحد ضرب
اتذكر الرقم 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12، اذا اخذت السيجنيفيكانت فيجرز بعين الاعتبار راح يضل عندك 0.0028، وبالتالي this will be قيمة الواي نسبة لهاي القيمة راح تكون insignificant، راح تكون قيمة قليلة جدا. اوكي، وبالتالي قيمة الـ pH بتساوي ناقص لوغاريتم 0.0028 ويساوي 2.55. لاحظوا هون هذا المثال بفرجيني نتيجتين كثير كثير أو غاية في الأهمية. أوكي. النتيجة الأولى إنه الـ concentration of H+ وهذا مهم إذا بدي أحسب الـ pH، أو الـ HA وهذا مهم إذا بدي أحسب تركيز الـ HA- أو عفواً تركيز الـ HA- وهذا مهم إذا بدي أحسب تركيز الـ HA- in a solution of diprotic acid H2A، إذا كان عندي diprotic acid H2A إذا بدي أحسب تركيز المواد التركيز الـ H+ at the end of the reaction، مش بعد خطوة التفكك الأولى، لا at the end of the reaction تركيز الـ H+ وبالتالي الـ pH اللي بحسبه من تركيز الـ H+ أو تركيز الـ HA-، هدول الاثنين بقدر أحسبهم وأنا مطمن فقط من الـ first ionization constant من قيمة الـ Ka1 زي ما شفنا هون. صحيح هاي احنا هون حطينا الجدول الثاني، بس لاحظوا ذكروا انه هون قيمة الـ Y is insignificant، ما جمعناها، وهو جمعناها بس لما جمعناها لما أخذنا significant figures بعين الاعتبار ما أثرت على القيمة وظلت زي ما هي هون زي ما انتم شايفين. أيضا لو كان مطلوب مني أني أحسب تركيز هاي المادة، أيضا أني أطرح Y من هاي القيمة ما راح تغير بالقيمة. إذن بالPolyprotic Acids أوكي، مش بس بالDiprotic Acid، بالPolyprotic Acids إذا بدي أحسب تركيز الـ H+ وبالتالي الـ pH بأخذ فقط تركيز الهيدروجين after the first dissociation، يعني بمعنى آخر قيمة الهيدروجين عند الـ X هون. ليش؟ لأن الخطوة الثانية بتعطيني كمية هيدروجين أقل بكثير من كمية الهيدروجينز اللي بتطلع من الخطوة الأولى، والسبب أنه قيمة Ka2 زي ما حكينا قبل أقل بكثير من قيمة Ka1. تمام؟ هاي أول نتيجة مهمة. ثاني نتيجة مهمة هاي شفناها قبل شوي، أنه the concentration of the ion A2- الآن، يعني الأيون بعد ما كل الهيدروجينز بتفككوا من الـ diprotic acid H2A equals the second ionization constant Ka2، وهذا الحكي شفناه قبل شوي. تركيز الأسكوربيت أيون بيساوي 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12، وهي القيمة 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 12 اللي هي نفسها Ka2. وبالتالي إذا كان مطلوب منك بسؤال زي هيك للديبروتيك أسيد، إذا كان مطلوب منك توجد قيمة الأيون، أي أيون بعد ما يتفككوا كل الهيدروجينز منه لبوليبروتيك أسيد، إذا كان دايبروتيك أسيد بكل بساطة تركيز هذا الأيون بيساوي الـ Ka2، وإذا كان ترايبروتيك أسيد then تركيز هذا الأيون بيساوي قيمة الـ Ka3، تقدروا تجربوها وراح توصلوا لنفس النتيجة. هذول التو conclusions are very important وبيسهلوا علينا كثير الكالكوليشنز، لأنه في بعض الأحيان بيغنونا عن أنه أعمل جدول ثاني لمرحلة تفكك ثانية. أوكي؟ طبعاً الـ بصراحة كتابكم مش جايب سيرة أنه هاي الconclusion valid فقط في حالة إذا كان الفرق بين Ka1 و Ka2 أكبر من 1000. بس بشكل عام هو عمليا معظم الـ weak acids، الـ weak polyprotic acids عندها فروقات بين الـ Ka1 والـ Ka2 بشكل عام دائما اكثر من 1000. اوكي، وبالتالي احنا بنكون عاده مطمنين لهذا الموضوع، وبالتالي دائما فعلا تقدروا تعتبروا انه قيمه الـ Ka2 بتساوي تركيز الـ A2- for a diprotic acid وتركيز الـ H+ مشان نحسب الـ pH لهذا السوليوشن بعد كل مراحل التفكك هو بيساوي تركيز الـ H+ بعد أول مرحلة التفكك، لأنه تركيز الـ H+ اللي بينتج من ثاني مرحلة التفكك بيكون insignificant، بيكون negligible، يمكن إهماله مقارنة مع القيمة الأولى. أوكي، وthat's it، هيك خلصنا هذا المثال. الآن رايحين نروح للنكست سكشن، وهو سكشن بسيط جدا ما في أفكار جديدة هون، اللي هو رايحين نحكي عن البيز ايونيزيشن إيكوليبريا. اوكي،
فكرة Base Ionization Equilibria هي بالضبط مثل فكرة Acid Ionization Equilibria، وبالتالي حقيقة ما في عندنا يعني فكرة جديدة هون. زي ما for weak acids عفواً بيكون في عندي equilibrium، وهذا equilibrium بقدر أعبر عنه بKa. أيضاً بكل بساطة for weak bases بيكون في عندي an equilibrium، وهذا equilibrium بعبر عنه بKb، B for base. أوكي، إذن إذا كان عندي reaction general reaction B for base، أوكي، بتفاعل مع H2O in equilibrium with in equilibrium لأنه weak. أوكي، إذا كان strong ما في مشكلة، إذا كان strong راح يتفكك بشكل كامل وبالتالي ما راح يكون عنده أصلاً equilibrium constant. So in equilibrium with HB plus، هون لاحظوا B تصرف كbase لأنه أخذ proton حسب تعريف Bronsted. أوكي، وبالتالي بما إن هون أخذ proton من الهيدروجين إذن راح يتبقى OH minus. وبالتالي this is a typical base reaction. Base with H2O بهاي الحالة ال H2O بتصرف كweak acid. Okay. هذا ال equilibrium reaction راح يكون عنده قيمة equilibrium constant Kc. هذا ال Kc بكل بساطة بنعبر عنه عن طريق تركيز ال HB plus للقوة واحد في تركيز ال OH minus للقوة واحد أيضا على تركيز ال B للقوة واحد. هذا الكي سي بنقدر هو يعني حالة خاصة من الكي سي بنسميه كي بي or base ionization constant B for base. Okay. فمثلا على سبيل المثال تفاعل الأمونيا NH3 with H2O، هذا التفاعل شفناه مرارا قبل هيك بيساوي الأمونيوم، or in equilibrium with ammonium ion and hydroxide ion. إذن كي بي for this reaction بيساوي تركيز الأمونيا مرفوع القوة واحد في تركيز الهيدروكسيد ion مرفوع القوة واحد تقسيم تركيز ال تركيز الأمونيوم أيون، أنا آسف، مرفوع القوة واحد في تركيز الهيدروكسيد أيون مرفوع القوة واحد تقسيم تركيز الأمونيا مرفوع القوة واحد. Very easy، وما في أي شيء جديد ممكن نحكيه على الكي بي. بالضبط هو مثل فكرة الكي سي، وكل اللي حكينا عن الكي سي أنه بينطبق للويك أسيدز، أيضا الكي بي بينطبق للويك بيسز، وكل ما ذكر سابقا بينطبق على الكي بي. اللهم انه الKa is a constant special for acid for weak acids and Kb is a constant special for weak bases. That's it. حقيقة ما في عندي شيء جديد. Okay. الآن راح ننتقل لآخر سكشن بسيط جدا ومهم جدا أيضا بنفس الوقت بهاي المحاضرة، اللي هو الأسيد بيز properties of salt solutions. Okay. والمقصود هون انه بعض salt solutions اللي solutions اللي بتنتج عن ذوبان salt، different salts، salt زي NaCl، زي ال KBr، زي salts الأملاح. بعض الأملاح لما بتذوب الماء محاليل هاي الأملاح بتكون neutral، ولكن بعض الأملاح لما بتذوب الماء بتجعل أو المحاليل هاي الأملاح بتكون يا إما acidic يا إما basic. أوكي. الآن بهذا السكشن راح نفهم ليش وكيف. أوكي. تمام. إذن when a salt is dissolved in water، لما بيذوب ملح بالماء، أوكي، solution أو ال aqueous solution الناتج من ذوبان هذا الملح بالماء ممكن أن يكون neutral زي ما ممكن ان يكون acidic او basic، بيعتمد على طبيعه الملح والمكونات او الايونز اللي بتكون منها الملح زي ما الان راح نشوف. اوكي، ليش ممكن يكون neutral وليش ممكن يكون acidic او basic؟ حقيقه بعض السولتس لما بتذوب بالماء ممكن تكون acidic او basic، لانه بعض الايونز اللي بتتفكك من هاي السولتس لما بتذوب بالماء ممكن انها تتفاعل مع الماء زي ما رح نشوف كمان شوي. تفاعل الأيونز هاد، بعض الأيونز اللي تنتج نتيجة ذوبان الأملاح بالماء مع الماء بنسميه هيدروليسيس. هيدروليسيس هو أي بشكل عام، المعنى العام لكلمة هيدروليسيس هو تفاعل مع الماء. أوكي، فهاي الأملاح إذا تفاعلت مع الماء ممكن زي ما رح نشوف أنها تعطيني basic or acidic medium. إذن hydrolysis of an ion is the reaction of an ion with water to produce the conjugate acid and hydroxide ion. زي ما راح نشوف كمان شوي، hydrolysis هو تفاعل ion مع الماء.
يا اما بتفاعل ايون وينتج عنه الكونجوجيت اسيد مع الهيدروكسيد ايون، وبهي الحاله بيكون السوليوشن بيسك، او بينتج عنه الكونجوجيت بيز مع الهيدرونيوم ايون H3O+، وبهي الحاله بيكون الميديوم او الوسط بيكون حامض. اوكي، بهذا السكشن راح يكون عنده هدفين حقيقه، او راح نغطي سؤالين. اوكي، او راح نحاول نجاوب على سؤالين. الاول انه نحاول نعرف لملح معين، هل اذا هذا الملح راح يذوب بالماء راح يكون نيوترال او اسيديك او بيسك حسب طبيعه الانيونز اللي بتتكون، عفوا حسب طبيعه الانيونز اللي بتكون منها الملح. اوكي، السؤال الثاني وهو ايضا مهم، بدنا نحاول نجاوب قديش ال pH لا solution نتج عن ملح ذاب بماء ونتج عنه بالتالي acidic or basic solution. okay alright نحاول نجاوب السؤال الأول. مشان نجاوب السؤال الأول مشان نعرف أي ملح كان، هل راح يعطيني neutral أو basic أو acidic medium، مفيد جدا، it is very useful إنه نقسم الأملاح لأربع أقسام، لأربع مجموعات. okay. نبدأ بالمجموعة الأولى. راح ندرسهم مجموعة مجموعة. نبدأ بالمجموعة الأولى، وهم أربع مجموعات، سهل يعني التمييز بينهم، سهل جدا التمييز بينهم. okay. المجموعة الأولى اللي هي salts اللي بتكون مكونة من أملاح نتجت عن strong base and strong acid. الآن راح أوضح، ولكن قبل توضيح هاي الأمثلة أو قبل إعطاء أمثلة على هذا النوع، الأنيونز of strong acids okay والكاتيونز of strong bases هدول do not hydrolyze، يعني بمعنى آخر ما بتفاعلوا مع الماء، وبالتالي they are neutral، وبالتالي salts المجموعة هاي اللي بتكون الأملاح اللي أصلاً بتكون متكونة من strong base و strong acid، عادة هاي الأملاح بتكون neutral. زي إيش الأملاح هاي أو أمثلة على المجموعة هاي؟ الـ NaCl. الـ NaCl عبارة عن ملح تكون من NaOH، تفاعل NaOH مع HCl. لاحظوا أنه الـ NaOH عبارة عن strong base والـ HCl عبارة عن strong acid، فلما بتفعل عندي HCl مع NaOH بعطيني NaCl. إذن هذا الملح وتشكل من تفاعل NaOH which is a strong base with HCl which is a strong acid. وهي المقصود لما بنحكي انه هاي الاملاح او هاي المجموعه هي هي الاملاح اللي بتحتوي على او اللي بتتكون من strong base و strong acid، زي NaCl مثلا اللي هو عباره عن تفاعل بين NaOH و HCl بيعطيني H2O زائد NaCl زي ما بتعرفوا. الان هاي المجموعه زي NaCl وغيرها، كل الأملاح اللي بتكون تكونت من تفاعل strong acid مع strong base، لما بتذوب الماء ما بتعطيني acidic solution، ما بتعطيني basic solution، وإنما عفواً بتعطيني neutral solution. ليش؟ لأنه الأيونز هاي اللي بتتكون منها هاي الأملاح ما بتتفاعل مع الماء، they do not hydrolyze، they do not undergo hydrolysis، ما بصير لهم تفاعل hydrolysis، وبالتالي ما بتفاعلوا مع الماء. okay. ف الـ NaCl لما بذوب بالماء زي ما بتعرفوا NaCl solid when dissolved in water gives Na plus aqueous and Cl minus aqueous. هذول الـ two ions ما بتفاعلوا مع الماء. Okay. So Na plus ion neither donates nor accept H plus ions. إذا هذا ما التفاعل الـ Na plus مع الماء مش موجود، مش معروف. Okay. الصوديوم ions بيظل ذايب بالماء، بيظل hydrated. Hydrated يعني محاط بجزيئات H2O. بظل hydrated محاط ب H2O molecules بس ما بصير فيه تفاعل. أيضا Cl minus، Cl minus ion تذكروا إنه هو conjugate base ل strong acid اللي هو HCl، وبالتالي ما عنده أي affinity، ما عنده أي قابلية نحو التفاعل مع الماء. okay. Cl minus NH2O is simply a spectator ion، ذكركم مصطلح spectator ion من 101، وال Na plus أيضا هو spectator ion، يعني ما بصير له أي تفاعل مع الماء، بالتالي هون no reaction. وبما انه ما في عندي reaction، ما في عندي hydrolysis، اذا هدول ال two ions رح يضلهم زي ما هم، وبالتالي ما رح يتغير عندي، لا رح يزيد عندي تركيز ال H plus ولا رح يقل عندي تركيز ال H plus، وبالتالي المركب او عفوا solution رح يضل neutral. اذا ال NaCl aqueous solution are neutral، is a neutral solution.
Another example is KNO3. KNO3 potassium nitrate هو ملح نتج عن تفاعل strong base اللي هو KOH مع strong acid اللي هو HNO3 nitric acid. Both are strong. بما أنه both are strong إذا هدول هذا السولت بالضرورة راح يكون neutral. ليش؟ لأنه ولا واحد من هدول الأيونز بتفاعل مع الماء. شوف المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هي عبارة عن السولتس اللي بتكون ناتجة عن تفاعل strong base with weak acid. تمام؟ هسا بهاي الحالة الانيون of the salt لهذا السولت، الانيون لهذا السولت بيكون عبارة عن conjugate of a weak acid. تمام؟ وهذا بيخلي كل شيء يختلف الآن. And this anion بالتالي will hydrolyze to give a basic solution زي ما رح نشوف. طيب أول شيء خلينا نشوف مثال على هاي المجموعة. مثال واحد من أشهر الأمثلة على هاي المجموعة اللي هو الصوديوم سيانيد NaCN. لاحظوا الصوديوم سيانيد هو ملح نتج عن تفاعل بين بيس وأسيد. البيس عبارة عن NaOH والأسيد هو عبارة عن HCN. الآن ال NaOH هو عبارة عن strong base ولكن ال HCN زي ما بتعرفوه عبارة عن weak acid. إذا الـ Na+ ما راح يصير له hydrolysis زي ما شفنا قبل شوي. But CN- الآن كونه هذا نتج عن weak acid إذا هذا الأنيون هو عبارة عن الـ conjugate, this is the conjugate base of a weak acid. وبالتالي هذا راح يتفاعل مع الماء. وراح يتفاعل مع الماء in equilibrium طبعاً still لأنه weak. أوكي؟ ولكن راح يتفاعل مع الماء. ولما بتفاعل مع الماء لاحظوا إنه مشان تكون عندي معادلة موزونة at the end واحد من البرودكت راح يكون عبارة عن الـ OH- الهيدروكسايد ايون. بالتالي هذا الهيدروكسايد ايون اللي بينتج من هذا التفاعل هو اللي بيخلي السوليوشن كله بيسك. اوكي وهذا الحكي صحيح مش فقط للـ NaCN، هذا الحكي صحيح لكل السولتس اللي بتنتج عن strong base with weak acid. اوكي المجموعة الثالثة اللي هي العكس اللي هي salts اللي بتنتج عن the weak base with a strong acid. الآن the cation of the salt is the conjugate acid of a weak base عكس المجموعة الثانية. وبالتالي it will react with water يعني بمعنى آخر it will hydrolyzes with water or it will hydrolyzes to give an acidic solution. مثال اللي هو الأمونيوم كلورايد NH4Cl. لاحظوا إنه الأمونيوم كلورايد هو تفاعل أو ملح نتج عندي من الأمونيوم اللي هو weak base مع ال HCl اللي هو strong acid. أوكي إذن بما إنه Cl- نتج عن strong acid إذن هذا ما راح يصير له hydrolysis. بينما ال NH4 الآن اللي هو ناتج عن weak base هذا راح يصير له hydrolysis وراح يتفاعل مع الماء ونتيجة تفاعل hydronium ion مع الماء in equilibrium طبعا لأنه weak in equilibrium gives ammonia زائد H3O plus زائد إذن an acidic compound which is hydronium ion وبالتالي هذا ال hydronium ion هو اللي راح يجعل من solution كله acidic. إذن المجموعة الثانية إذا كان عندي a salt نتج عن strong base with weak acid زي NaCN راح يكون basic solution هذا الملح راح ينتج عنه basic solution بينما إذا كان هذا salt نتج عن weak base مع strong acid هذا راح ينتج عنه acidic solution بسبب تكون الهيدرونيوم ايون من تفاعل الهيدروليسيس أو ال weak acid مع الماء. أوكي تمام. رابع مجموعة والمجموعة الأخيرة what if إذا كان عندي a salt of weak base مع weak acid. إذا نحن شفنا ثلاث حالات قبل اللي هو strong base مع strong acid وهون ولا واحد فيهم راح يتفاعل مع الماء وبالتالي راح يكون neutral. okay. strong base with weak acid الآن الweak البيس تبع الweak acid هذا راح يتفاعل مع الماء وراح ينتج عنه بالتالي basic solution. المجموعة الثالثة weak base with strong acid. ال acid هون الناتج أو ال conjugate acid الناتج عن ال weak base NH3 اللي هو NH4 plus بهي الحالة راح يتفاعل مع الماء وراح يعطيني acidic solution. okay. الآن إذا كان عندي salt عبارة عن أو ناتج عن ال weak base with weak acid هون هاي الـ salts
التو ايونز راح يصير لهم هيدروليسيس خلافا للمجموعه الثانيه والثالثه. لاحظوا انه بالمجموعه الثانيه والثالثه الواحد من هون الكاتايون ما صار له هيدروليسيس، الانايون هو اللي صار له هيدروليسيس. بالمجموعه الثالثه الانايون ما صار له هيدروليسيس، الكاتايون هو اللي صار له هيدروليسيس. بس هون بالمجموعه الرابعه both ions يعني الكاتايون and the anion they will go hydrolysis, they will react with water. وبالتالي كيف راح نعرف هون مين اللي راح يكون او هل راح يكون solution acidic ولا basic؟ well هون ال pH او معرفة ال acidic او basic solution لهي المجموعة الرابعة بيعتمد على مقارنة قيم ال Ka مع ال Kb لكل ion. اذا كان عندي قيمة ال Ka اقل من قيمة ال Kb then يعني قيمة الـ Kb أكبر راح تكون then السوليوشن راح يكون basic. ليش؟ لأنه الأنيون بهاي الحالة will hydrolyze more than the cation. okay. منطق. however إذا كان عندي قيمة الـ Ka أكبر من قيمة الـ Kb then راح يكون acidic solution لنفس السبب، لأنه الكاتيون راح يتفاعل مع الماء أكثر من الأنيون بهاي الحالة. أخيرا إذا كانت قيمة الـ Ka قريبة من قيمة الـ Kb then the solution will be nearly neutral. طبعا اذا كانت قيمه الكي اي بالضبط بتساوي قيمه الكي بي then هاي بتكون صدفه ويعني قليل نوجد هاي الصدفه او اعتقد احتمالها جدا قليل. اوكي وبالتالي هون بيكون بالضبط neutral solution، ولكن اذا كانت القيم متقاربه then بيكون تقريبا solution neutral. اوكي طبعا يعني انا فاتني اقول لكم بس بتمنى انه هاي واضحه كي اي وكي بي لمين. وحقيقه كي اي وكي بي هي راجعه ل الايونز تبعت الويك اسيدز والويك بيسز اللي بتكون منها هذا الصوت. اوكي خلينا نشوف مثال بتوضح هاي الفكره. لنفترض انه في عندي سوليوشن اوف امونيوم فورميت NH4CHO2. الامونيوم فورميت هو عباره عن ملح، ملح لانه ذيس از ايونيك كومباوند نتج عن الايون او اتحاد ايون NH4+ وCHO2-. الامونيوم ايون بنعرف انه ويك اسيد، والفورميت ايون بنعرف انه عباره عن ويك بيس CHO2، هذا عباره عن ويك بيس. اوكي اذا عندي راح يكون مشان اعرف مين او هل راح يكون السوليوشن اسيديك او بيسك بتطلع على قيم ال Ka لل NH4+ وقيمه ال Kb لل CHO2-. قيمه ال Ka لل NH4+ بيساوي 5.6 ضرب 10 قوه ناقص 10. قيمة الـ Kb for CHO2- للفورميت أيون بيساوي 5.9 ضرب 10 قوة ناقص 11. لاحظوا هون أنه قيمة الـ Ka أعلى من قيمة الـ Kb. بما أنه قيمة الـ Ka أعلى من قيمة الـ Kb إذن هون definitely it will be acidic solution. okay. alright. وهيك خلصنا هاي الأربع مجموعات، وبالتالي من تركيب السولت يعني تركيب قصدي من الستركتشر يعني تبع السولت أو من الأيونز اللي بتتكون منها السولت، إذا نقدر نعرف هل السوليوشن راح يكون أسيديك، بيسيك، أو نيوترال. الآن آخر موضوع بهذا السكشن راح يكون عبارة عن كيف نوجد الـ pH لهاي السوليوشنز، للسوليوشنز اللي نتجت عن ذوبان السولتس، سواء البيسيك أو الأسيديك سولتس in water. أوكي، إذا خليني أوضح أكثر إيش راح نعمل هون. لنفترض أنه حبينا نحسب الـ pH لـ solution معين، هذا solution نتج أو هو solution of NaCN sodium cyanide بتركيز 0.1 مولر. هاي سؤال مثلا، خلينا نوجد الـ pH لـ 0.1 مولر sodium cyanide. الآن إحنا مبدئيا بنقدر نحسب الـ pH لأي مركب. الـ pH بكل بساطة بيساوي ناقص لوغاريتم تركيز الـ H3O+. أوكي الآن لاحظوا إنه مشان أوجد تركيز الـ H3O+ we need Ka. okay. again for to find the concentration of hydronium ion we need the value of Ka. وقيم الـ Ka بتكون للأسيد، يعني بمعنى آخر لمادة زي الـ HCN هاي بيكون عندها قيمة Ka. بس هذا الملح هو عبارة عن NaCN، لما بذوب بعطيني Na plus و Cn minus. الآن Cn minus ما عندها قيمة Ka. أوكي لأنها بكل بساطة عبارة عن base. أوكي so we need the Kb for Cn minus.
الآن القيم اللي عادة تكون tabulated يعني tables هي قيم ال Ka لل weak acids. الآن هل بنقدر نوجد قيمة ال Kb لهذا الconjugate base of a weak acid؟ أوكي راح أعيد كمان مرة لأنه أعتقد أن جملتي ما كانت واضحة. هون إحنا we need to find the pH of this solution. تمام؟ وعادة القيم اللي بتكون tables موجودة عندنا بتابلز اللي هي قيم ال Ka لل weak acids. وإحنا ما عندنا weak acid. إحنا عندنا its conjugate base اللي هو Cn minus. وبالتالي مشان أوجد التركيز الهيدرونيوم أيون. أوكي. We need قيم ال Kb. هل ممكن نوجد قيمة ال Kb إذا كان عندي قيمة ال Ka لهذا ال weak acid؟ هل ممكن نوجد قيمة ال Kb لل conjugate base إذا كان عندي قيمة ال Ka لل weak acid؟ جواب نعم ممكن. شوفوا كيف. إحنا التفاعل تبعنا اللي هو تفاعل CN مع الماء. CN ليش CN؟ لأنه هو ناتج عن تفكك الـ NaCN. وحقيقة إحنا شفنا إنه CN minus هو اللي بتصير له التفاعل مع الماء بالسكشن اللي قبلها. هو اللي بيصير له hydrolysis. وبالتالي التفاعل CN مع الماء H2O in equilibrium بيعطيني HCN زائد OH minus. هون عفوا في 4 هاي خطأ. هون ما لازم يكون 4. اوكي هاي CN minus زائد H2O. خليني الآن أصلحها دقيقة واحدة بس. اوكي تمام. اذا هيني صلحت الخطأ. هون بعتذر عن الخطأ. اوكي اذا again so we have the reaction of CN minus cyanide ion plus H2O in equilibrium with hydrogen cyanide HCN and OH minus. وهذه له قيمة Kb. Now we need this value. بس احنا ما عندنا this value. احنا عندنا قيمة ال Ka هاي اللي بتكون موجودة بتابلس نسوش انه هذا ion كمان. اوكي سو احنا بالعادة راح يكون عندنا قيمة ال Ka لل HCN. هاي القيمة اللي بنقدر نلاقيها. طيب اذا كان عندي قيمة ال Ka لل HCN هل بنقدر نلاقي قيمة ال Kb لل conjugate base؟ جواب نعم. خليني اكتب اولا ال equation of Ka. well ال equation of Ka هي عبارة عن تفكك ال HCN وتفاعله مع الماء. إذا HCN with water in equilibrium gives hydronium ion and CN minus. تمام. خليني الآن أجمع هذول المعادلتين. HCN plus H2O in equilibrium with hydronium ion and cyanide ion. والتفاعل الثاني اللي هو cyanide ion زائد H2O in equilibrium with HCN plus OH minus. okay. هذا بعبر عنه بKa. ليش؟ لأنه هذا التفاعل أسيد مع بيس. H2O هون بتصرف كبيس. وهذا بعبر عنه بKb لأنه هون عندي تفاعل بيس مع أسيد. H2O هون بتصرف كأسيد. واضح. لاحظوا أنه لما بجمع هذول المعادلتين الآن راح تطلع عندي هاي المعادلة. حيطلع عندي 2 moles of H2O. أوكي. HCN مع HCN cancelled out. CN minus مع CN minus cancelled out. وإيش بضل عندي هون after equilibrium؟ طلع عندي H3O plus و OH minus. هاي المعادلة بتعني لكم إشي؟ H2O زائد H2O in equilibrium with H3O plus زائد OH minus هاي الـ auto-ionization of water. وبالتالي هاي لها قيمة Kw. لاحظوا إذن لما بجمع هدول two reactions بعطيني this reaction وهاي لها قيمة equilibrium constant اللي هو حالة خاصة بنسميها الـ ionization of water Kw. بنتذكر من chapter 15 chapter equilibrium chapter 14 عفوا chapter equilibrium انه لما بنجمع two reactions وبعطيني نتيجة الجمع بيعطيني لما بجمع two equilibrium reactions والجمع حصل الجمع بيعطيني equilibrium reaction ثالث then ال equilibrium constant لل reaction ثالث بيساوي بكل بساطة حاصل ضرب ال equilibrium constants لل two reactions اللي جمعتهم مع بعض. ذكرتوا هاي القاعدة؟ قاعدة بسيطة وسهلة وشفناها وأثبتناها أيضاً بشابتر 14. إذن this means إنه بما إنه هدول التو reactions جمعتوا مع بعض ومن بعض أعطوني هاي الرياكشن. this means إنه Ka في Kb بالضرورة بيساوي Kw حسب القاعدة اللي شفناها بشابتر 14. okay. إذن therefore هاي واحدة هيك. إذن نستنتج واحدة من أهم ال- 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 القواعد. القواعد هم قصدي رول مش بيس. أهم واحدة من أهم الرولز واحدة من أهم الإكواجنز واحدة من أهم القواعد بالأسيد بيس كيمستري Ka لأسيد لويك أسيد في Kb of its conjugate base
بيساوي KW. إذا the product of KA and KB for conjugate pairs, أي two conjugate pairs زي مثلا CN minus OHCN زي CH3COOH acetic acid و CH3CO minus acetate ion, أي two pairs حاصل ضرب ال KA في ال KB لهدول ال two pairs بالضرورة بيساوي قيمة ال KW. وقيمة ال KW عبارة عن constant ثابت 1 ضرب 10 قوة ناقص 14 عند درجة حرارة 25. وبالتالي إذا عرفنا ال KA نقدر نعرف بكل بساطة ال KB. هي فكرة هاي القاعدة المهمة. أوكي. طبعا بس هيك للتنبيه, احنا ب chapter 15 لما كنا نحكي عن strength of acid and bases شفنا قاعدة اللي هي the stronger the acid the weaker its conjugate base. تمام, متذكرين هاي القاعدة اللي شفناها قبل؟ بنقدر كمان نشوفها هون من خلال هاي المعادلة. ليش؟ لانه هاي القيمة ثابتة. اذا كل ما كانت ال KA اعلى يعني الاسيد بيكون اقوى, كل ما كان الكونجوجيت بيز له, عفوا انا اسف, كل ما كان الكونجوجيت بيز له اقل. ليش الكونجوجيت بيز له اقل؟ لانه اذا كانت قيمه ال KA اعلى وهون عندي ثابت, اذا بالضروره قيمه ال KB راح تكون قيمتها اقل. اوكي, وبالتالي هاي مش شيء جديد علينا. يعني قيمه ال KA لاسيد لويك اسيد في ال KB لايتس كونجوجيت بيز حاصل ضرب 2 بيساوي دائما كونستانت, هاي الفكره مش جديده علينا. احنا شفنا قبل هيك انه the stronger the acid the weaker its conjugate base. كل ما كان عندي الويك, عفوا كل ما كان عندي الاسيد اقوى, كل ما الكونجوجيت بيز تبعه بيكون اضعف. وهي الان نقدر نثبتها رياضيا لانه حاصل ضرب 2 دائما بيساوي كونستانت, فاذا زادت قيمه واحد قيمه الثاني بالضروره راح تقل. تمام, خلينا الان نرجع لسؤالنا الاول ونشوف هل بنقدر باستخدام هاي المعلومات هل بنقدر نحسب ال pH ل salt solution. well, هاي مثال. What is the pH of 0.1 molar sodium nicotinate? Okay, sodium nicotinate اللي هو الملح اللي ناتج عن sodium hydroxide strong base with nicotinic acid. شفنا انه nicotinic acid قبل بواحد من الامثله اللي قبل, nicotinic acid عباره عن weak acid. Okay, at 25 degrees Celsius معطيني قيمه ال KA, معطيني KA هون للنيكوتينيك أسيد بيساوي 1.4 ضرب 10 قوة ناقص 5 at 25 degrees Celsius. طبعا لاحظوا انه هون معطيني قيمة ال KA للنيكوتينيك أسيد, بس انا السولت هاد لما بتفكك وبذوب بالمي بيعطيني صوديوم ايون ونيكوتينيت ايون. كيف قيمة ال KA هون ما لها علاقة بالنيكوتينيت, بس رحين نشوف من خلال حل المثال اني بقدر الاقي قيمة ال KB للنيكوتينيت ايون مستفيدا من قيمة ال KA, وبعدين بقدر أحل السؤال. أوكي. إذن أوكي. So, إذن زي ما قلنا الصوديوم نيكوتينات, خلينا نرمز بالنيكوتينات بالNC زي ما رمزنا لها قبل هيك بواحد من الأمثلة السابقة. إذن NANC aqueous when dissolved in water, طبعا هاي هذا ملح للصوديوم فراح يتفكك بشكل كامل أكيد. اذا راح او راح يذوب بشكل كامل. اذا بيعطيني 1 مول من, اذا كان عندي 1 مول من الصوديوم نيكوتينيت بيعطيني 1 مول من الصوديوم ايون و1 مول من النيكوتينيت ايون. اوكي, الان الصوديوم ايون is the cation of a strong base, وبالتالي it will not go hydrolysis. بينما النيكوتينيت ايون اللي هو نتج اللي هو الانيون اللي ناتج عن weak acid, اوكي, هاد ويل react with water, and when it react with water it will produce OH minus. Well, OH minus is هذا بينتج عنه a basic medium or a basic solution. لا مش هون السؤال, احنا بنعرف هاي المعلومة. السؤال هو طالب مني احسب ال pH لهذا solution. عشان احسب ال pH بدي قيمة ال KB. ليش؟ لانه انا هون في عندي هذا الرياكشن, لاحظوا تطلعوا هذا الرياكشن انه هون بحاجة لقيمة ال KB for this reaction. وهل وانا ما عندي قيمه الكي بي, انا عندي قيمه الكي اي, معطيني السؤال. ليش؟ لانه هاي القيم اللي موجوده بالتيبلز. اوكي, لانه ما راح تلاقي قيم الكي بي لايون. امسك اي تيبل ما راح تلاقي قيمه كي بي لايون, ولا حتى راح تلاقي قيمه كي اي لايون ايضا. طيب اذا ايش الحل؟ عندي قيمه الكي اي وقيمه الكي دبليو هي عباره عن كونستانت, اذا بقدر الاقي قيمه الكي بي منهم حسب العلاقه السابقه هاي اللي هي كي اي, عفوا انا اسف I'm sorry. I'm sorry.
اوكي اذا قيمه الكي اي ضرب قيمه الكي بي بيساوي كي دبليو، اذا كي بي بيساوي كي دبليو تقسيم كي اي ويساوي 1 ضرب 10 اقوى ناقص 14 اللي هي قيمه الكي دبليو تقسيم 1.4 ضرب 10 اقوى ناقص 5 اللي هي قيمه الكي اي 25 ديجري سلسياس نحسبها بنلاقيها 7.1 ضرب 10 اقوى ناقص 10. هيك لقينا قيمه الكي بي. الان وقد حصلنا على قيمه الكي بي، الان بقدر اعمل الجدول لهذا الرياكشن وبقدر الاقي التركيز at the end اوكي، ومنها بقدر الاقي قيمه تركيز الـ OH- أوكي. إذا بتعمل الجدول بتلاقي أنه قيمة X اللي هي الـ OH- هون وهي نفسها طبعاً تركيز الـ HNC أو النيكوتينيك أسيد بيساوي 8.4 ضرب 10 قوة ناقص 6 مول. وبما أنك وجدت تركيز الـ OH- بسهولة الآن بنقدر نحسب الـ pH أوكي. بسهولة بنقدر نحسب الـ pH. كيف؟ الـ pH بيساوي أو عفواً 14، واحدة من العلاقات اللي شفناها قبل، 14 بيساوي pH زائد pOH أوكي؟ إذن pH بيساوي 14 ناقص pOH تمام؟ عندنا قيمة الـ pOH أوكي؟ وبالتالي إذا بنقدر نحسب دائرة لقيمة الـ pH، قيمة الـ pH إذن بيساوي 14 زائد، ليش زائد؟ لأنه هون pOH بيساوي ناقص لوغاريتم تركيز الـ OH minus، إذن ناقص في ناقص بصير زائد، إذن 14 زائد لوغاريتم 8.4 ضرب 10 قوة ناقص 6، نحسب هاي القيمة بنلاقيها 8.92. قيمة الـ pH بيساوي 8.92. طبعا أنا في هون خطوة اختصرتها اللي هي خطوة الجدول، لأنه صرنا يعني المفروض أنه تكون إشي الآن كثير بديهي، وأنا بطلب منكم تعملوا لحالكم لو سمحتوا محلول عندكم هذا المثال بالكتاب. أي أيضا أعتقد بالكتاب كمان هو مختصرها الخطوة هاي، لأنه صارت إشي يعني المفروض أنها تكون إشي ثانوي، شيء second hand nature يعني زي ما بيقولوا. اوكي بس ما هيك انتم حلوا المثال كاملا واوجدوا قيمه اكس لو سمحتوا، وبالتالي اذا رايحين تلاقوا قيمه البي اتش بتساوي هاي القيمه 8.92. ولاحظوا الان اخيرا قيمه هاي البي اتش از ا بيسك سوليوشن لانها فوق السبعة اوكي، وهذا متوقع. ليش؟ لانه هذا الملح للصوديوم نيكوتينيت نتج عن التفاعل بين strong base with weak acid، والتفاعلات أو الأملاح اللي بتنتج عن strong base with weak acids كلها بتكون basic solutions. وthat's it، هيك خلصت هاي المحاضرة. المرة القادمة وبالمحاضرة الأخيرة بهذا الchapter رحين نغطي common ion effect، فكرة جدا سهلة، وبعديها رحين نغطي البفرز اللي هو واحد من أهم المفاهيم بهذا الchapter. وشكرا لكم، ونلتقي بكره ان شاء الله، راح انزل المحاضره هاي ونلتقي قريبا ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه طلابي، شكرا لكم.